تفضل يا صديقي. هو انت لو مجهز اللحمه من 4 ايام قبل كده وبتاع الحاجه تاخد ربع ساعه كتير تاخدش كتير خالص خالص. طيب عايزين نشيل. طب اكل ازاي من تحت برضو؟ من تحت لفوق برضو. خد دول عشان عايز المعلقه تجيب، مش محتاج شوكه وسكينه. من تحت من تحت جبنا حته قلقاس ايوه معاها حته سلق ايوه معاها حته لحمه والشوي المحرمشين عشان يبقى فيه تغيير في الملمس. المرة الجاية بقى المحرمشين دول في المعلقة القادمة. طيب انما المعلقة الأولى لازم فيها أصل الأشياء صح؟ تمام عشان نعرف كل موضوع إيه.